هنتكلم عن استعداد الاهلي والامور الفنيه للمباراه والحاجات اللي اتغيرت في المباراه والحاجات اللي احنا المفروض نعملها واللي اتكلم عليه الشناوي ومستر كولر في المؤتمر. هنتكلم على حاجات كتير جدا جدا جدا، بس قبل ما نروح نتكلم على المباراه هنروح لزميلنا فاروق صلاح من بريتوريا نتعرف منه على اخر الاجواء هناك. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من بريتوريا بالتحديد مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق ماميلودي سان داونز في مباراه الذهاب للدور نصف النهائي للدوري الافريقي. مباراه صعبه جدا في اجواء يعني نتمنى ان شاء الله نشوف مردوده من اللاعبين، التركيز والتفاؤل والجديه اللي موجوده ببعثه فريق النادي الاهلي هنا في بريتوريا. كابتن ايمن، يعني النادي الاهلي منذ قدومنا هنا الى بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي في تركيز شديد جدا على اللاعبين، حاله تفاؤل موجوده بتواجه فريق وخصم قوي جدا طبعا هو فريق ماميلودي سان داونز. النادي الاهلي ادى تدريبين هنا في جنوب افريقيا، يعني التدريب الاول كان على ملاعب جامعه بريتوريا وكان التدريب الاول في نفس توقيت المباراه. خليني اقول لك ان الكابتن خالد بيبو فضل ان هو يغير ملعب التدريب، وتم اختيار ملعب يعني قريب الى حد كبير الى الملعب اللي هيخوض عليه النادي الاهلي هذه المباراه. بالامس طبعا كان التدريب الرئيسي على ملعب بلوفتس الاستاد اللي هيستضيف احداث اللقاء. خليني اقول لك استاد بيتسع ل 50,000 متفرج. المسؤولين في نادي ماميلودي سان داونز فاتحين الاستاد مجانا لكل الجماهير، اي فرد يرتدي قميص ماميلودي سان داونز هيدخل مجانا الى الاستاد هذه المباراه. طبعا في جانب اعتيادي ده متعودين عليه من فريق ماميلودي سان داونز، خاصه لما بيجي يواجه النادي الاهلي بتبقى الحفلات او الحفله اللي بتسبق المباراه بيعملها فريق ماميلودي سان داونز لجذب اكبر عدد من الجماهير. اتوقع كابتن ايمن ان شاء الله يعني من اللي احنا شايفينه واللي احنا لامسينه ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي مع تركيزها مع الحماس اللي موجود يكون مردود ان شاء الله في ارض الملعب. اتوقع ايضا ان الاستاد يكون مملوء بالكامل. طبعا بالامس كان نهائي كاس العالم للرجبي، وبالامس يعني تقدر تقول جنوب افريقيا لم تنام، يعني ليله كانت سعيده على جماهير جنوب افريقيا لفوز منتخب جنوب افريقيا للرجبي على نيوزيلندا وفاز بكاس العالم وتوج بكاس العالم للرجبي، فكانت احتفالات صاخبه حتى الساعات الاولى من صباح اليوم. الجماهير النهارده او الاعلام النهارده بتتكلم على المباراه واتكلموا على هذه المباراه تحديدا، قال ان المباراه اللي زي دي هي اللي بتصنع المدربين، وهي اللي يعني فريق ماميلودي سان داونز استمد جزء كبير جدا من شعبيته وجماهيريته من مواجهته ليه النادي الاهلي. مستر كولر في كلامه في حديثه مع اللاعبين بيركز على امر مهم، يعني في الوقت اللي بكلم حضرتك فيها كابتن ايمن وبيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين طبعا قبل التوجه الى استاد لوفتس اللي هيستضيف احداث اللقاء من اول يوم لحد اللحظه اللي مستر كولر بيتكلم فيها، بياكد مع اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص. قال يعني في المحاضره بالامس مع اللاعبين المباراه اللي زي دي بتحسم على تفاصيل بسيطه، بياكد على ضروره استغلال كل فرصه، ضروره استغلال انصاف الفرص، الفرصه في هذه المباراه ما بتتعرض. لذلك يعني مستر كولر في المؤتمر الصحفي اكد ان اللعيبه ان شاء الله هتكون في كامل تركيزها، هتكون في كامل يعني ان شاء الله الجديه بتاعتها وتستغل كل فرصه في ارض الملعب. على الجانب الاخر مستر رولاني ماكوينا بعد الاخبار وبعد يعني تناول وسائل الاعلام او وسائل السوشيال ميديا لاخبار عن فريق ماميلودي سان داونز من غيابات، خليني اكد لك جاهزيه كل عناصر فريق ماميلودي سان داونز، اللعيبه اللي كانت غابت عن فريق ماميلودي سان داونز في المواجهات الاخيره سواء اللاعب بيتر شلاويلي او اللاعب لوكاس ريبيرو ومورينو تقدر تقول بيعودوا ادوا التدريبات الاخيره لفريق ماميلودي سان داونز على مدار الايام الماضيه. هيغيب بس اللاعب مافالا ده اللي بيغيب طبعا يعني حصوله على الكارت الاحمر في مباراه بيترو اتلتيكو. تقدر تقول يعني بجانب باستثناء هذا اللاعب فريق ماميلودي سان داونز لا صح خالص لكل الاخبار اللي بتتقال او يعني بتثار عن غيابات عن فريق ماميلودي سان داونز، فريق جاهز بكامل عناصره المميزه. النادي الاهلي تركيز اللاعبين مستر كولر في كلامه مع اللاعبين زي ما قلنا اكد بالامس على هذه المباراه وضروره ان البدايه تكون يعني ان شاء الله تكون مختلفه، وقال ان المباراه دي مختلفه عن المباراه السابقه، احنا جايين هنا واحنا فايزين بكل حاجه واحنا ابطال القاره الافريقيه، فان شاء الله يكون مردود ان شاء الله كلام مستر كولر مع حاله الجديه اللي عند اللاعبين ان شاء الله يكون مردوده في ارض الملعب. خليني اطمنك ايضا على حاله الجو، تقدر تقول النهارده يا كابتن ايمن ده افضل يوم يعني منذ قدومنا الى جنوب افريقيا من حيث حاله الطقس، درجه الحراره هتكون ما بين 22 ل 18
18 درجه مئويه، يعني هتتراوح اثناء توقيت المباراه ما بين 22 ل 18 درجه مئويه. نتمنى استمرار لدرجه الحراره، يعني نتمنى طبعا تكون اقل. طبعا انت عارف تغيير موعد المباراه من السابعه للثالثه، اللاعبين مستر كولر مش عايز يدي لهذا الامر اي اهتمام، تركيزنا احنا نلعب في اي توقيت ان شاء الله. يعني الظروف يعني ربنا خدمنا ان شاء الله، الظروف النهارده الاجواء كويسه ان شاء الله، تكمل ان شاء الله بالفوز في الملعب والعوده الى القاهره. خليني برضو اكد لك ان بعد انتهاء المباراه فريق النادي الاهلي هيعود الى القاهره مباشره على متن طائره خاصه. كل التوفيق يا كابتن ايمن، دعوات حضرتك ودعوات كابتننا ودعوات طبعا كل جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي يكلل بالانتصار في هذه المباراه. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا، شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.